السلام عليكم، هلا والله فيكم، حياكم في مقطع جديد. معكم اخوكم مبارك القحطاني، وفي مقطع اليوم راح نلعب لعبه امونج اس. كثير منكم قالوا لي العب لعبه امونج اس، لعبه حلوه رهيبه. طبعا فكره اللعبه انه يكون في 10 لاعبين داخل غرفه واحده، مو معنى غرفه واحده يعني في مكان واحد، اقصد غرفه واحده في الاونلاين، والمكان زي طياره فضائيه فيها غرف كثير، فمن بين العشر اشخاص في واحد قاتل بس، فالقاتل يحاول يقتل الباقيين كلهم علشان يفوز. طبعا اذا بقى قاتل واحد وراكب واحد تنتهي اللعبه، يصير القاتل فايز. فمهمه اللاعبين الثانيين انه يحاولون يعرفون مين هو القاتل. طبعا في تقدر تشوفون جثث، اذا حد شاف الجثه يقدر يسوي اعلان انه لقى جثه، فيسوون مشاورات بين بعض ويحاولون يعرفون القاتل مين. وفي زر في النص، زر احمر اي حد يقدر يضغط عليه ويسوي زي نداء القاعده في النص، ويحاولون يشاورون ويختارون من القاتل. فطبعا اللي يختارون يطلع عليه اكثر تصويت، بغض النظر كان هو القاتل او لا، راح يرمونه من الطياره. فاذا رموه من الطياره برضو العدد راح ينقص. اذا كان هو القاتل الثانيين يفوزون، اذا ما كان هو القاتل زين يصير ينقص عدد الركاب ويسيب القاتل من هذه الحركه. فطبعا اذا كان في تعادل في الاصوات، اذا كان مثلا شخصين صوتوا عليهم ثلاثة او اثنين اثنين هم اعلى تصويت، ما يرمون احد من الطياره. هذه فكره اللعبه بشكل يعني مختصر. طبعا اليوم ما راح العبها لحالي، راح يلعبون معي اثنين يوتيوبرز رهيبين جدا، اولهم عمر اوشو والثاني عبد الله عاجل من قناه عبد الله عاجل. ف طبعا احنا راح نكون في بارتي واحد ونسوي غرفه واحده نجمع فيها يعني لاعبين اونلاين ثانيين معانا، لكن عشان ما يصير في غش طبعا ما راح نعلم بعض. يعني اذا حد قتلني بسكت، انا ما بقول والله فلان قتلني روح صوت ضده، اخليهم هم يكتشفون. طبعا يعني اضحك عليهم كذا. ف واذا كان القاتل واحد فينا طبعا نحاول نصيد من القاتل. وبس، كان هذا الشرح البسيط مبسط على اللعبه، ويلا خلونا الحين ندخل في اللعبه. من هو هذا؟ شلون؟ فقراصه منديل. شلون دشوا ويانا الشباب؟ انا خليتهم يدخلون، فتحتها اون لاين، يخشون يبحثون على اي جيب يدخلون عشوائي. لحظه الحين سبعه نقدر نبدا، بس ببدا بعشره. بس شنو اضغط؟ هني يوز يعني؟ وش يوز؟ الحين اذا بضغط شيء باللعبه شنو؟ في دقمه اضغطها ولا؟ اضغط عليه. اتوقع زر الماوس نفسه. ماوس كله بالماوس. يلا بسم الله على بركة الله. الحين عندنا 10 شباب حلوين لطيفين، وانا مع انا طبعا اللون الاخضر الجميل. ولا كلمة. اوكي حلوين. هذا الزر اللي اوكي اللي اعلم. في يوز هنا، اتوقع انه يوز يا ابو عاجل الزر اللي فوق. مين ذا اللي الابيض على طول؟ الابيض ضغط. الابيض ضغط. الابيض. الابيض. هاي. في واحد مات. اوكي من اللي قتل؟ شلون احنا ندش الشات؟ ما ادري. الشات فوق على اليمين صورته. واحد الشات. يقول واحد يقول ارحب. ارحب. ايش صار؟ منو؟ صوتوا على مين؟ كيف اصوت؟ اقدر اصوت. اصبر خليني اشيل الشات. مين؟ يلا سكيب. انا ما اعرف صراحه. والله وياه. اسكيب فوت. راح اصوت عليه الابيض، راح اصوت عليه. هذا اللي قال انا صدقون انه هو. حسون لانه هو قتله. هو يقول انا قتله. هو يقول انا. يلا بس باقي واحد يصوت و قال انا في الشات. ايه يقول انا. اتس مي. اتس عبد الله. واحد بيوهق. باقي الازرق ما صوت. صوت يا ابو الشباب. سيتي انت يا سيتي. انا راد عليه. ياهو ابن سوريا ويانا. طلع واحد، طلع من الجيم. اوف كلهم صوتوا عليه. تخيل يطلع هو. والله الابيض يا عيال صوت ضد الابيض. اشوف مب هو. ليش يقول انا؟ ليش يقول انا؟ والله العظيم موت العرس. والله تعال شباب خلونا نخلص المهام. ايش فائدة المهام اصلا؟ اتوقع ان لما نخلصها بدري ما ادري والله ايش فائدتها صراحه. ما شفت احد خلصها. يعلمونا ان في قاتل ولا شيء؟ ما ادري والله ايش يسوي. طيب وين المهام؟ تبحث عنها، تتمشى في الاسياء. اوكي. يجي بادر بالك من شو اسمه. الله يستر. والله يا لاني خايف جلسه اتمشى والله بلا انا وياك. انا وياك ولا حسيب.
ايوه تعال شباب انا مت تعال انا مت والله يا عيال اني خايف انا يوسف خليني بخلص هذه المهمه انا مت يا شباب ها يعني انت ادري منو اي ادري ماني قايل لك خلصتها خلصتها حلو 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 الكم إيه لا تعلم لا تعلم لا تعلم ابدا طيب انا بتبع السهم هنا اوه اصير شبح اقدر امشي اي تم تقدر تمشي تشوف وين حنا حتى ترى في الشات ما تقدر وانت ميت ولا تقدر تسوي تعال اضغط اضغط ريبورت منو اللي عندي الريبورت يضغط ريبورت انا الحين ضبطت حاجتين عرفت منو انا لا بس انه في ثلاثه موهم كله ابن سوريا وش قاعد يسوي هنا عبد الله شفت لحمي تحت هنا جسمي مشقوق انت هنا من بطني اي ترى المرات عند بارك المفروض انه يعطيك ريبورت ولا لا يا ساتر وين العيال انا الحين جالس اخلص مهام والعالم طالع وح ذبحكم كلكم لا لا انا ما مت باقي كله شوف شوف مبارك مبارك عمر 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 الاسود الاسود والله اتوقع انه هو ايه بقق بقق يلا 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 انا اتوقع والله الاسود والله صوت ده الاسود لا اسود يا ويلي اذا طلع سيتي رحنا فيه هذا طلع سيتي والله شكله سيتي نوت مي لا اتوقع انه الاسود انا صوت ضد الاسود صوت تعادل اسود اسود تعادل ولا لا والله. والله تعادل ما في احد بيطلع والله ما في احد بيطلع شفت ما في احد يطلع اذا صار في تعادل في قاتل واحد الله يستر ايه والله عيال انا اخاف ان ابو عاجل هو القاتل والله يسوي ويقول والله مو بنا والله بلاك يا ساتر والله برتقالي وراي اسمع والله بسوريا يا جماعه هذه طاردني لا والله الله يستر من هذا الاسود صدقوني ان الاسود انا احس ان الاسود يا اخي يقول نو نت اح انا تعال تعال نمشي جنب بعض عشان لا نموت تعال يا ويل انا والله شكله يا اخي ما اضغط على يا ويل الاسود يلحقني ترى هذه بدك تسوي هنا مهمه ايوه البني البني صوت البراون ايه البراون هذا مشكله طيب ما في احد مات طيب شو السالفه يلا يا شباب صوت والله يرحم والدينكم احنا كلنا اوكي سيتي والله والله اختاروا سيتي العيال سيتي الحمد لله ما في حظ هو لا لا هو لا 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 والله مو ايش وقت قايل لكم والله يا جماعه مو هو في مهمة هنا خليني أجي عندها سكين سيتي صار شبح زي أوكي أنا خلصت الحين هذه المهام أح عبد الله أبو عاجل طق أم الزرق يا ساتر ليه طيب من سوريا قلب عليك يا عبد الله شكلك أنت القاتل يا عبد الله اعترف يا الله يا الله تعادل يا اخي بن سوريا هذا منو تعادل والله شكله بن سوريا يا اخي ليه مو انت يا عبد الله بعيدين عن الشبهات في شيء هنا يا شباب ولا ما في ما اقدر اعلم انا ما اقدر اعلم الزر كم مره تقدرون تضغطونه زر ايش على طول اللي بالنص على طول بالنص ضغطه واحده أقصد يعني في ليمت ولا بدون ليمت؟ لا لا يمديني الحين أروح أضغط عادي ما في أي ليمت أضغط أضغط هذا حال يا جماعة صدقوني إنها الأسود الله أعلم والله شباب كلهم والله والله يعني. والله العظيم إن القاتل لعبها صح القاتل ذكي ذكي جدا لعيب لعيب القاتل والله خبير وبعد الشبهات عنه صح أنتوا قادرين تصيدونه اي والله ما بس اللي قهرني انا ذبحني من بدايه اللعبه ما داني العب عادي اهم شيء انك تدري انت منو ايه طيب وهذا ميزته انك انت عرفت تدري وحنا ندور عليه خليه يذبحني انا شوف بس لا تتكلم اي هذا اهم شيء عرفته ويلكم ويلكم يا عبد الله ويلكم هلا 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 عرفته
شوف شوف جثة عبد الله مقتول هنا. أنا بس لو حصل جثتك عبد الله بكشفه بالنص جثته. عندكم هذه جثتي. يمر من جثتي يقول لي أبي أحصل. هذا أنت صح؟ قدام عينك قتله. عرفته. يلا بيشوفوا مش يقولون. خلاص أنا مسوي. أنا كشفته. أنا كشفته. يلا صوت طيب. أنا كشفته. بس الحين بيفتح التصويت. لا والله بلاك بلاك تو الناس تو الناس بدري بدري تو الناس تو الناس كفو يس ان شاء الله انه هو يلا شباب احنا صوتنا ضد الاسود ها يس والله جبته والله يس من اول اول واحد اول عمر لما انا قلت لك من البدايه أول ليش أنا قلت الأسود؟ ليه؟ لحظة تدري ليش أنا قلت الأسود؟ ليه؟ أنا وياك وبن سوريا وسيتي كلنا كنا مكان واحد. الأسود هو الوحيد اللي كان ويا مبارك وما تمبارك. بقينا حنا الخمسة. 100% الأسود. أول واحد. أنا ركز فيها ليش قلت الأسود؟ أول واحد اتهم عبد الله قال الأسود على طول. حتى ضحكت أنا ترى. ما انتبهتوا. والله حرام عليكم. يلا بلاي. بلاي جيني. انا بصدق عبد الله حتى لو هو القاتل. يلا شباب قال ايه. في قاتل واحد ترى في يمدين في حركه تخلي قاتلين ايه واقدر اخلي ثلاثه قتله بعد لا لا خلي اثنين افضل المره الجايه بحط اثنين يلا السلام عليكم الله يستر ايوه اح شو السالفه في احد مات في احد مات اي والله في احد مات لا ما في احد اسامي كلها موجوده عدل. لا ما في احد كل الشعب فيه مودي يقول مي ايش الحركات هذه يا مي اوكي اصوت ضده عشان يتادب ايه اقول انا تسوقها والله اللي صوت ضده مودي هو شلون ينكتب بالواي مودي بالواي يلا اوكي ها ليش ما صوتت انا يلا وين التصويت وين مودي وين اي واحد يعني انا اي انا صوت الحمد لله اطلع برا اطلع برا طلع 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 ول ول اي بس عشان ما يخرب الله شنو مي اوه شعب كله مع السلامه ما بيطلع هو اي ليش ليش ايش الحركات هذه اي والله العظيم والله اني طالع طالع متعمد بس عشان لا يخرب الله والله يا شباب انا شاك ان ابو عاجل تخيل ابو عاجل شكوكي لا تخيب أو إن لويجي واحد فينا ليش مو أنت؟ أزرق إيش فيه؟ في أحد مات؟ لا الأصفر نفس الأصفر شفناه إيش فيه؟ إيش السالفة؟ أنا توقعت شاف جثة إذا ضغط الزر سيتي لأنه صوت عليه تعادل 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 أوه تعادل آه في اثنين صوتين عليك عبد الله مبارك اسحب عمر صوت عليك أنا ما صوت لا أنا سكيب أنا سويت سكيب عمر مصوت علي لا والله سكيب يا ابن الحلال إيش فيك أنا سويت سكيب أنا شباب أبحتك فيهم هنا علشان أبقى للأخير والله خطة ذكية ولا أروح أسوي مهمات شو رأيكم والله أنا شاك في هذه حنون ما مدري إيش اسمها اوه هنا شباب فيه كمبيوتر اوه شو السالفة ها شو اسوي هنا ليش كذا وين هذه المهام يا اخي المهام ما لها فايدة يا اخي المهام لا لان في شيء شفت مكتوب فوق توتال من ايش ايه ما لها فايدة لا بس توتال كومبليت يعني تكمل المهمات طيب هذا ايش حلها وح ها ها ايش السالفة يا شباب في احد مات اطق الزر سيتي اوه شكله شاك بحد من هو ما في احد جي جي ايش جي جي في واحد اسمه جي جي ايه على اي اساس طيب شوف يا ليه والله ممكن ممكن ابي صوت على جي جي يا ممكن يلا وياك والله يا شباب تدرون انا خايف ان ستي اللي طق الزر
اللي انه القاتل اللي بيقلل بيقلص قهر انا دايما صوت عليه والله في واحد طلع حرام. يا اخي احنا مطيعين نسمع كلام قلنا دي مش هو لا مو هو يا جماعه يا ويله سيتي والله شباب انا شاك فيه معناه سيتي يمكن لا بين اثنين انا شاك للامانه بين اثنين حنون وسيتي يا ليل ايه يا ليل ايش قاعد تسوي هنا انت ها بعرف من القاتل خلاص مليت القاتل ما قاعد يقتل يا جماعه تخيلوا ان القاتل ما قاعد يقتل ليش ما يقتل اقتل يا قاتل يمكن لاننا كلنا مع بعض يخاف يقتلنا الله والله يا زيني وانا لابس الملاك هذا احس انه مؤدب وكاشف يمكن مبارك يمكن مبارك طيب اوه لا يا شيخ ايش السالفه سوبر في واحد مات ايه في واحد مات لا ما في واحد طلع ما مات هذا البنفسجي طلع ولا مات اتوقع انه مات وايت اي ثينك عمر نو يا اخي سيتي يخوف ذا والله انا شك انا سيتي والله انا من الجيم من الجيم اللي فات هو قاهرني تعادل مع عبد الله شاكين فيك هذا شاكين فيك اي اي واحد قال وايت خلاص يلا سيتي ما مات سيتي تعادل تعادل اوه لا تعادل 3-3 التصويت انا قاعد على الشات انا الحين قاعد اتمشى ابي اصيد المجرم والله شكله واحد فيكم اذا واحد فيكم مشكله وين اصلا للحين انا ما ادري يا الله في واحد مات ديد بادي منو في اسود اسود ميت بلاك اللي مات يا والله اني حاسس انه واحد فيكم حاسس مبارك طويله هذه يا اخي اللعبه مره طويله انا راح اصوت بدون لا اقول وانا بعد بصوت بدون لا اقول عشان تصير اللعبه اي بدون افضل سيتي يقول مبارك كل شوي يغير سيتي ما عنده امان انا اتوقع انه هو والله اني شاك فيه من اول حتى انا يلا مو التصويت جاء ضده انا مو شاك فيه التصويت جاء انا مو شاك فيه مو شاك مو بهو والله مو بهو يا عمر هلا صوت مبارك وهو يقول اما مو بهو كانه يعرف القاتل لا هذا دليل انه هو القاتل. على الصوت صدقني هو القاتل يا عيني يا التحليل انا بتمشى في الاسياب انا كنت شاك فيه ترى يلا يلا اوكي خلصنا المهمه الاولى كله ليش تضحك عبد الله الضحى مت ذبحني واحد الله يستر عليه تستهبل ما شوف بس القاك ابو عاجل بلمس جثته عشان نسوي تصويت صح انزل تحت امر تلقان انا شكيت فيه حلو اوف بقى اربعة بس يلا سوبر مين سوبر سوبر في واحد اسمه سوبر بني يلا سوبر طلع سوبر الحين صوتنا ضده كفو انا شاك كفو يا شباب كفو مو والله مو بهو عمر انت الله يستر منكم انت يا عمر قتلني انا الحين اذا قتل واحد خلاص سنتي اضغط ريبورت وصوته امرجنسي صوته بدل شو اسمه يقتل واحد فيكم صوتي من الحين لا يقتل واحد فيكم اوه مبارك يا اخي قلت لك صوت يا عمر صوت ليش خليته يقتلك قلت لكم روحوا صوتوا على طول ترى هذا خطا انت هالوقت لا قتلتك خطا اي قتلتني خطا ترى انا رحت ايش قلت لك انا من اول قلت لك صوت مبارك يوحي انه هو القاتل اوكي انت اللي وحقني الله يذاك اسف شباب اسف شباب والله العظيم ان قلبي يدق بشكل مو صاحي مو عارف اقتل والله ذكي مو عارف اقتل لا ذكي والله ابداع ارفع لك القبعه مبارك جي جي شباب جي جي
والله قلت لك حرام عليك والله زعلتني يا اسمعوا كلامي صدقوني باذن الله قيم هذا اثنين يلا بسم الله نبدا اثنين قتله يلا ايه اثنين ها لازم كذا وح بالبداية تصويت مين ذا يما في واحد مات ذمون او اثنين ماتوا ماتوا ولا طلعوا ايه يا ساتر يا السرعة يا ساتر شو السالفة ما ادري ما ادري هذا ناروتو صوت انا ما بصوت اصوت ولا ما صوت ما تبي تصوت عندك تيكس واحد انا صوت بصوت على يا رب ما اموت صوت على واحد انا عارف نفسي عادي صوت ضد يا رب ما اموت ها شباب مين القاتل مين القاتل مين القاتل مبهو لا مبهو ايه. انا عارف واحد منهم بس الثاني ما ادري من هو بعدين اقول كانك تكتب بالشات انا راح اقول اوف ليش طلعوا خلصوا اللي بالجيم كان يطلعون ايه اما اح في واحد يا شباب مين يطق الزر انا ابو عاجل ايه انا يا عبد الله يلا يا شباب من هو بكتب القاتل زي ار باي 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 يا مبارك صدنا الاول ثاني بس منو يلا صوت انت باقي انت باقي مبارك انت ما صوت قاعد اكتب في الشات يا اخي ايش قاعد تكتب يلا 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 البريء يلا خلاص قررنا انه خلصنا ما ينفعك طيب خلني اصوت ضد عبد الله اللي صوت ضدي الله الله اطلع برا صدنا واحد صدنا واحد الثاني سوى لفت الثاني هرب من الجيم كفو عبد الله كهرتني هذا كهرت يا عبد الله يس 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 كيف بالله 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 كيف حرتني بالله بالله سألتك والله صوتك صوت القاتل صوت القاتل ترى على فكرة قاعد أقول للكام بدون صوت مبارك مبارك يا بالله من مات أول اثنين حلو حلو ما قتلت أحد اللي قتلهم اللي قتلهم وهرب خلاني الحالي بس صدناك الحمد لله أنا صدناك ما قتلت أحد ما مداني وبس يا شباب كان مقطعنا لليوم اتمنى يكون عجبكم طبعا لعبت فيه لعبه امونج اس وطلعت فيه قاتل مرتين في مرتين صادني فيهم عبد الله عاجل ما شاء الله عليه تبارك الرحمن ما شاء الله ما ادري كيف يعرف ان انا القاتل لما اصير من بدايه اللعبه يقول عبد الله مبارك على طول ما شاء الله فاللعبه مره حلوه وممتعه استمتعت فيها كثير مع الشباب فبس اتمنى اذا عجبكم المقطع لا تنسوني من زر اللايك لايك يفيدني كثير في اليوتيوب ترى واشتركوا في القناه ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات الجرس اللي جنب زر السبسكرايب عشان كل ما انزل مقطع جديد يجيكم تنبيه على الجوال مباشره ما يفوتكم اي مقطع مني وانشروا المقطع في كل مكان كل الجروبات الجيمينج اللي انتم فيها وبس نشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد فمان الله